إنها فضيحة مزلزلة تلك التي هزت اليابان، مثبتة بشكل واضح جذور عنصرية متجذرة ضد النساء في البلاد. يتعلق الأمر هنا بجامعة الطب في طوكيو، أرقى الجامعات الطبية اليابانية، التي اعترفت بأنها كانت تقوم بتزوير امتحانات القبول بشكل مستمر ضد المتقدمات الإناث. الهدف من العملية هو ألا تتجاوز نسبة النساء الطبيبات 30%، لأن النساء قادرات على ترك وظائفهن فور إنجابهن للأطفال. أوقفوا سرقة مستقبل النساء. التزوير الذي تقوم به الجامعات فضيحة. منذ كنت في جامعة أشعر بالعنصرية، في قسمي كان عدد الإناث أقل من الذكور، هذا أمر غير مقبول. الرئيس السابق للجامعة أحيل على القضاء. جامعة الطب رفضت طلبنا لاستجواب بعض العاملين أو الطلبة فيها. انتقاد المؤسسة التعليمية التي تنتمي إليها في اليابان ينظر إليه بشكل سيء، لكن في النهاية استطعنا العثور على طالب تحدث إلينا. أنا قبل كل شيء أشعر بالغضب ضد الظلم الذي تعرضت له المترشحات، ولكن أيضا نحن نشعر بالذنب كرجال تجاه النساء، لأننا نرى أنفسنا وكأننا أخذنا شيئا ما منهن، وهو النجاح في الامتحانات. إنه وضع مقرف. لطالما أكدت الجامعة أن التنوع من شعارها، واليوم لا نصدق ذلك أبداً. جامعات طبية أخرى بدورها تكون قد اعتمدت نظام الحصص الخفية ضد المرأة. الحكومة أمرت بإجراء تحقيق وطني. هذا الرجل سيشرف عليها. كل الجامعات الطبية تؤكد أنها لا تزور، لكن السواد الأعظم من هذه الجامعات تشهد نسبة نجاح للرجال أكثر من النساء، وذلك عن مقارنة للنتائج بين الجنسين. لذلك يبدو الأمر غريبا. أنا أيضا أجريت امتحانات صعبة جدا وعملت كثيرا لأنني أثق في النظام. أقدم اعتذاراتي لكل هؤلاء النسوة، ليس باسم الوزارة فقط، ولكن باسم الشخصي أيضا. تحاول السلطات إصلاح ما يمكن إصلاحه من خلال تقديم تعويضات مالية وإعادة المرشحات اللواتي تعرضن للإقصاء. توموكو بعد تخرجها من الجامعة عملت لعدة سنوات في مستشفى عام قبل أن تقوم بتأسيس عيادتها. كنا نعمل ليل نهار، كان أطفالي صغاراً، وكان من الصعب علي العمل لساعات طويلة، كانت مسؤولياتي كثيرة والضغط علي كبيراً. تواصل توموكو استقبال 60 مريضاً يومياً، لكن ساعات عملها أكثر تناسباً مع واجباتها كأم. في اليابان ينظر بشكل سيء للمرأة التي تترك أبنائها لامرأة أخرى تقوم بتربيتهم، لذلك وفور إنجاب الأطفال تتخلى الكثير من اليابانيات عن العمل. إحدى صديقاتي تم طردها من العمل في المستشفى، لقد كان لديها طفل، لكن عندما أفصحت لرئيسها عن رغبتها في إنجاب طفل ثان تم إفهامها أنها غير مرغوب فيها في العمل. لم تكن آنذاك حاملاً أصلاً. بإمكان الرجال العمل بحرية، أنا بإمكاني مواصلة العمل لأنني أتمتع بجزء من هذه الحرية، لكن بسبب الواجبات العائلية والمشاغل المنزلية من الصعب أن تتواجد الطبيبات دائماً في المستشفى. اليابان هي الدولة المتقدمة التي لديها أقل نسبة من النساء الطبيبات. بالنسبة للمحافظين، هذه الحصص حل لمشكلة حقيقية. أتفهم وجهة نظر المستشفيات، إنها حقيقة يتجاهلها الكثيرون، فلنتخيل ماذا سيحدث في مستشفى إذا ما كانت جميع الطبيبات حاملات وأخذنا عطلة الأمومة في الوقت نفسه. السؤال المطروح حالياً هو هل يجب أن تضحي النساء بعملهن أو على الدولة إيجاد الحل المناسب؟
منذ الإعلان عن الفضيحة تحاول مجموعة محامين وناشطين الضغط على الحكومة. هذا ليس مشكلا في الجامعة فقط، لأن العنصرية متجذرة في المجتمع الياباني. بمحاربة هذه العنصرية سنتمكن بالتأكيد من تغيير المجتمع. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وضع من عمل المرأة أولوية ضمن برنامج عمله، لكن تبقى الفوارق شاسعة. العام الماضي صنفت اليابان في مرتبة متأخرة في ترتيب الدول من حيث المساواة بين الجنسين.